ما بتعملش حاجه غلط. ايه اللي يخليك تهرب من المراقبه؟ اصلي ما بحبش الخنقه. كنت فين؟ وايه اللي كنت بتعمله لليدي خلاك تهرب من المراقبه؟ كنت بتفرج على الماتش. والله ماشي، يبقى تبات في الحجز لغايه اما تتعلم تتكلم وترد كويس. تقفل، خده يبات في الحجز، ولما يجي عمر بيه بقى بلغه. تقفل. ماتش يا عم انس، ماتش عصيب، بس فرقتنا ايه يا رجاله. واجمل حاجه بقى كان كل الجمهور في نفس واحد عمال يردد ويقول يا رب يا رب يا رب. والمعلم حسن شحاته بالفرقه كلها بعد الماتش سجدوا لربنا وكان شكلهم يفرح. مبروك يا فطيه. ايه ده بقى يا عم انس؟ ايه مبروك دي؟ لا لا شكلك مش مبسوط خالص. في ايه؟ تمثال ايزيس اللي كان بيترمم اتسرق يا فطيه. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ وانت عرفت منين يا عم انس؟ عرفت الخبر من التلفزيون، صوته مسلح على العربية بالرشاشات. صوته مسلح؟ طب هم ما عرفوش مين اللي عمل كده؟ لحد دلوقتي لا. يا عم انس ممكن يكون الراجل اللي اسمه عنابي بيه خدود الحليوة هو اللي عمل كده. ممكن يكون اخوك ميشو اللي داخل بالموضوع وهو ده اللي موترني. لا يا عم انس، اخويا ميشو ايه؟ اخويا ميشو ملوش علاقه بالموضوع ده نهائي. ده انا اللي قابلت الراجل على اني ميشو مش هو. ما انا حكيت لحضرتك. وبعدين هو مش حضرتك بتقول ان هو كان صوته مسلح بالرشاشات؟ ميشو اخويا بقى ملوش علاقه بالرشاشات من اصله. ربنا يطمن قلبك يا فطين. يا عم انس انا ما بقولش لحضرتك كده عشان اطمنك، انا بقول الحقيقه. المهم بقى يكونوا بقى دلوقتي قبضوا على الرجاله اللي عملوا كده ويرجعوا التمثال قبل ما يخرجوا بره مصر. عم انس انا بقول اروح ابلغ عن الراجل اللي اسمه عنابي بيه خدود الحليوه ده. هنعيده تاني وهنقول لهم ايه؟ لحسن عنابي بيه خدود الحليوه يجرجر رجلين الحليوه ميشو في الموضوع. طب والعمل يا عمي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ انا رايي تقول للظابط ساره كده بشكل ودي، يعني تحكي لها على اللي حصل، يمكن هي تعرف تتصرف. عندك حق يا عم انس، عندك حق. انا بكره ان شاء الله هروح لها بقى واحكي لها على كل حاجه وهي بقى تتصرف بقى. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي معاكنيني علينا فرحتنا. نخلص من شيكو يطلع لنا عنابي. يا رب خدهم هما الاثنين، خدهم هما الاثنين يا رب في ساعه واحده عشان نخلص. يا رب يا رب يكونوا ماشيين بعربيتهم كده في الطريق الصحراوي باقصى سرعه على 180 كده او 200 يا رب، ويقوموا لابسين في بعض ويكون في وسط العربيتين برشامه وكيميا وسكر الحوامديه، وتبقى بقى سميره سمير وهي راجعه كده من اسكندريه بالصدفه تبقى معاهم، علشان بقى يا رب خدهم كلهم بقى بالمره بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ميشو يا حاوي، هانت، الصعب كله عدى والسهل هو اللي جاي، وميشو الحاوي هيرجع يطير ويفرد جناحه من تاني وهيطول نجوم السماء، بس المرة دي مش هنزل تاني، هفضل فوق فوق في السماء ومحدش هيعرف يوصل لي. ده تقرير البحث الجنائي يا فندم اللي بيأكد العملية كانت مدبرة ومتجهز لها من فترة. اللي نفذوا العملية كانوا من 6 لـ 8 أشخاص واستخدموا عربيتين في تنفيذها، وشهادة السواق بتأكد ده. ومعرفتش العربيات دي اتحركت منين؟ بعد اذن سعادتك يا فندم انا طلبت من اداره المرور عمل مسح شامل للقاهره الكبرى، واديتهم كمان اوصاف العربيه، وطلبت عمل كمان على مداخل ومخارج القاهره والقبض على اي مشتبه فيه. الله، ده انت على كده بقى ما بتنامش. مش مهم يا فندم، المهم نقبض على اللي نفذوا العمليه. طب بص بقى يا فؤاد، عايزك تعمل لي حصر باسماء الاجانب اللي دخلوا مصر ال 48 ساعه اللي فاتوا، وكمان حصر باسماء الاجانب اللي هيغادروا مطار القاهره ال 24 ساعه اللي جايه كمان. تحت امرك يا فندم. بس هو حضرتك شاكك في اللي نفذوا العملية يكونوا من بره مصر؟ الطريقة اللي اتنفذت بيها العملية دي
هي اللي ادتني الاحساس ان اللي نفذوها وقاموا بيها مش مصريين. تحت امر سيادتك يا فندم، اي اوامر تانية؟ لا تقدر تتفضل، ولو حالة الضابط اللي كان في عربية الحراسة اتحسنت تبلغني على طول. روح مشو، مفيش حاجة مظبوطة قدامي عشان احجزك عندي. بس انا زعلان منك، كمان زعلان عليك، منك عشان مش ده مش اللي انا عارفه، وعليك عشان مهما كانت الاسباب مش مجرد تكون الشخص اللي واقف قدامي دلوقتي. صدقني يا ميشو، مفيش اي حاجة في الدنيا تستاهل تخسر نفسك عشانها. روح ميشو نام عشان شكلك ما نمتش، لو حبيت تتكلم مكتبي مفتوح لك في اي وقت. اتفضل. ما تفهمني يا ابني، انت كنت فين من امبارح لحد دلوقتي؟ حرام عليك يا ابني، انا طول الليل اعصابي تعبانه. اهدى سيد، هفهمك كل حاجه، بس اهدى واتقل كده واتك على الصبر. انا مش هتك على اي حاجه ولا هتقل ولا حاجه الا لما اعرف كل حاجه دلوقتي اهو. هتعرف يا سيد، استناني شويه. ماشي استناه. ما استناهوش ليه؟ ما انا لازم اعرف كل حاجه، ده انا ما نمتش بالليل والله ما نمت. ايه ده؟ التمثال اللي الدنيا كلها مقلوب عليه؟ ايه رأيك بقى؟ يا ابن اللعيبة يا ميشو، انت كده ابن ابوك سيد الحاوب صحيح، بس فاهمني انت عملتها ازاي دي؟ وحكاية العصابة؟ عصابة يا سيد؟ اشغل مع نفسي. طب ما تفهمني. افهمك، الحكايه بدات لما عرفت من عنابي بيه معلومه ان في تمثال نادر بيترمم ومطلوب فيه فلوس كتير. هديلك 3 مليون. كان عاوزني اسرقه لحسابه. لما قعدت افكر مع نفسي، انا في الاول خفت، لكن بعد كده قررت اعمل العمليه دي لحسابي. بس كان ناقصني ميعاد نقل التمثال للمتحف الجديد، عشان كده فضلت حاطط عنابي بيه وسكرتيره سكر تحت عينيا لحد ما اعرف الميعاد. لما فكرت في السرقه كان لازم اجمع كل المعلومات. فريد بيج انت جاب لي كل المعلومات اللي انا طلبتها منه، وده طبعا مقابل عمليه حسين المرشدي. وعرفت ان الاثار بتتنقل في عربيه مخصصه تبقى موجوده في جراج هيئه الاثار. رحت ودخلت الصندوق بتاع العربيه وعينت المكان، لقيته كله متبطن سفنج، وكمان في سقف ساقط. من هنا جت لي فكرة ان افتح سقف العربية واستخبى في السقف. علشان كده جبت نفس نوع الجلد اللي انا هلزق بيه فتحة السقف الجديدة، ورحت قبل العملية بليلة ودخلت الصندوق وجهزت كل حاجة. تاني يوم اللي هو يوم الماتش رحت من بدري وقدرت ادخل صندوق العربية واستخبيت في السقف. بعد ما اتحط التمثال في مكانه واتقفل الباب، اتحركت العربية، نزلت وخدت التمثال وحطيت مكانه تمثال تاني يشبهه بالظبط، ورجعت مكاني تاني. كنت عامل حساب انهم هياخدوا التمثال اللي شبهه ويحطوه في المتحف لما العربية ترجع الجراج، اخرج منها بنفس الطريقة. لكن فجأة حسيت بضرب نار في كل حتة، والعربية وقفت والباب اتفتح واتاخد التمثال. ساعتها ما كانش قدامي حل غير اني انزل واهرب بسرعة. وانت جبت التمثال اللي يشبهه بالظبط ده ازاي؟ اقول لك يا سيد، ده تمثال الملكة إيزيس وهي تعدى ابنها حورس. التمثال ده نادر الوجود، مفيش منه في العالم كله إلا قطعة واحدة، وفي اعتقاد
اعتقاد بيقول ان اللي بيملك هذا التمثال بيحمي نفسه من الشر. انت عايز ايه من التمثال ده يا ميشو؟ انا عايزك بقى انتيكا تعمل لي تمثال زيه بالظبط. مش ممكن، مش ممكن، مفيش حد ابدا يعرف يعمل زيه. بس الا انت انتيكا، هو في زيك. انت عارف، انت عارف ده علشان يطلع زي اللي في الصورة دي بالظبط، وزنا وحجما وطولا يحتاج قد ايه؟ مش اقل من 6 اشهر. 6 اشهر 10 ايام وهجستني. بقول لك 6 اشهر، تقولي 10 ايام؟ ما ينفعش. ما تهددنيش يا ميشو، ما تهددنيش يا ميشو، انت عارف كويس ان انا ما بحبش التهديد. انتيكا هينفع وبهددك يا ابن الايه يا انتيكا؟ لا فنان، طول عمرك فنان يا انتيكا. سلام بقى. استنى، الورقتين يا ميشو. حاضر يا انتيكا. حقك. ماشي، ادي الورقتين. الورقة التانية بقى تذكار. سلام 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 يا لص الأفكار، يا رمز الشر في العصر الحديث. سلام سلام سلام. أنتيكا يا ابن الايه يا ميشو؟ طب قول لي مين بقى العصابة اللي راحت وسرقت التمثال؟ أكيد دول تبع النبي بيه. ما تنساش يا سيد إنه كان عايز التمثال، كان عايز يطلع منه مبلغ محترم. يعني تمثال دلوقتي قدام الحكومة مسروق من عصابة مسلحة، وفي نفس الوقت العصابة دي معاها التمثال المضروب. ها ايه رأيك بقى يا ابو السيد؟ كلب ابن كلب، تعال في حضن ابوه، تعال. تحفة بروفيشنال. التمثال ده معمول بحرفية شديدة وبنفس المقاسات الأصلية واللون كمان، واللي عامله مستخدم ألوان مشابهة عشان يجيب نفس اللون، بس للأسف مش هو ده الأصلي. يعني إيه مش التمثال الأصلي؟ يعني البوليس عامل تمثال تاني شبيه ليه، عاملين احتياطاتهم، عاملين تمويل. ده البوليس نفسه أعلن إن التمثال اتسرق. يبقى أكيد أكيد اتسرق وهو في معمل الترميم، وممكن يكون اتبدل في الطريق. هو في حد يعرف ميعاد النقل مستر عنابي؟ لا مفيش حد يعرف بالميعاد خالص. ممكن يكون ممكن يكون هو ده. لو كان هو يبقى آخر يوم في عمره. مين ده مستر عنابي؟ ده اللي كان حيقوم بالعملية قبل ألدرادو. بس احنا مهمتنا انتهت. مستر ألدرادو، احنا اتفقنا على انك هتجيب التمثال. انا جبت التمثال، واي حاجة ثانية ليها اتفاق جديد وحسابة نتفق. جيم اكسكيوز. اوكي اوكي، حساب اللي جاي عندي، بس المهم تجيب التمثال. مستر عنابي، تعرف تجيب اللي سرقه؟ شكر. دور عليه في كل حتة، اقلب الدنيا وهاتهولي هنا. تحت امرك يا باشا. وايه اللي في دماغك بعد كده يا ميشو؟ هنتقل ونتك على الصبر شويه لحد ما الموضوع يهدى، وبعد كده هنبدا نفكر على رواق هنعمل ايه. يعني انت عندك حد يشتري، ولا اشوف لك انا حد فلوسه جاهزه ويخلص اول مهم؟ سعيد، انا مش عايز غباء. اهدى كده واعقل، ملكش دعوه باي حاجه، وانا هتصرف. مش بقولك انا بقيت اخاف منك يا ابن الحاوي. الله يرحم امك، زمان كانت بتتخانق معايا وتقول لي سيد ابعد عن الواد ميشو يا سيد، الواد ده لو مشي في طريقك محدش هيعرف يوقفه.
وايه اللي خلاك تجيب سيرة أمي يا سيد؟ كلامها اتقلب فجأة في دماغي، لقيت إنها عندها حق وإنها عارفك أكتر مني، وصدقت لما قالت لي إن محدش هيعرف يوقفك يا ميشو. وإيه لازمته الكلام ده؟ هو كلام ابن حديد. انت اصلك حبيت البت الظابط، ولما خليت بيك بقيت ميشو اللي قدامي دلوقتي. قلبك مات، ما بقيتش تسمع ولا تشوف. يا خوفي منك واللي في دماغك يا ابني سيد الحاوي. يعني انت موافقه اننا نتجوز ونعيش هنا في الشقه البسيطه دي؟ بص يا انس، انا ما عنديش اي بروبلم في اي حاجه انت عايزها وممكن تسبب لك سعاده. انا كنت متاكد ان انت هتوافقي، بس انا عندي اقتراح. ايه هو الاقتراح ده؟ احنا نعمل المغياج في الشقه هنا. نعمل ايه؟ المغياج يا انس يعني الجواز. نتجوز في الشقه هنا، وواحده واحده نكبر الاستوديو لحد ما يبقى اكبر استوديو تصوير، اكبر سنتر في المانيا للتصوير. وبعدين ما تنساش ان انا عندي انتيك كتير سنين، ممكن نزين بيها السنتر ويبقى احلى سنتر في مصر. وبعدين انا عمري ما هسيبك، وهيبقى دايما ايدي في ايديك، وهنشتغل سوا. انا موافق، بس ايه تاني؟ يعني انت عمرك ما اشتغلتي وطول عمرك هانم، يوم لما نتجوز اشغلك وانا هبقى سعيد. تغيظي غيظ وانا شغاله معاك انس. انا عايز اشتغل معاك وتبقى ايدي في ايدك، ولا انت بقى عايز تشتغل لوحدك وتسيبني؟ لا ازاي بقى، انا ان كان عليا عايزك تفضلي قدامي العمر كله. في حاجة تانية؟ احنا يعني لما هنوسع الشقة دي يعني مش هنلاقي لنا مكان نعيش فيه. يا انس انت ناسي ان الفيلا بتاعتي موجودة. اصل بس انس مفيش بسبسة تاني بقى. وبعدين احنا مش هنبقى حاجة واحدة، ولا انت يعني عايز تحسسني بفرق؟ لا خلاص انا موافق. ايمانا وميشو، فين ميشو؟ انت مش قلتلي انك هتعرفني عليه؟ لا بلاش ميشو اليومين دول خالص. بوكوا ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما هو اللي حصل ما يتحكيش، خليكي في فاطين. طب فين فاطين؟ منهم لله اللي عملوا كده، ما تحمد بقى احمد. انا مش فاهمه ايه الدوشه دي كلها اللي انتوا عاملينها، كل ده يعني عشان خاطر تمثال؟ طب وايه يعني؟ ما ياما تماثيل واثارات اتسرقت وتهربت بره، اشمعنى ده يعني اللي هنزعل عليه؟ ده كمان في اقتراحات في مجلس الشعب من رجال اعمال للسماح ببيع الاثار جوه البلد. هي حصلت نبيع تاريخنا؟ تاريخ الامم بيقاس بحضارتها، واحنا بسهوله كده عايزين نبيع تاريخنا. واللي اتسرق ده مش تمثال عادي، ده قطعه نادره من اثارنا الفرعونيه. يعني لما نسمح ببيع الاثار هنحول حضارتنا وثقافتنا لسوبر ماركت فيه كل حاجه تباع وتشترى. واللي زي عنابي ياخدود الحليوه هيقتروا وهيحتكروا تاريخنا، ومش بعيد نصحى الصبح ما نلاقيش ابو الهول ولا هرم من اهراماتنا. والله حاسس بيك يا استاذه فوزيه. شايفين اتاثرت ازاي لما حست ان ممكن هرم واحد يتباع؟ حاسس بايه؟ دي بتولد. هاتولي حاله ميه سخنه بسرعه. لا حول الله يا ربي. ما تجمد المال يا استاذه فوزيه. التمثال طلع مضروب وانت بتشك في ميشو؟ هو من ناحيه يعملها فيعملها. لا مختفي عني بقاله فتره. انا عارف انك هتخسر في العمليه دي كتير قوي. عموما اول ما هعطل عليه هبلغك. حاضر، مع السلامة يا النبي بيه. يا ابن الكلب، الواد ضحك علينا كلنا.
ده انا اللي جايب له المعلومات لحد عنده بايدي. في ايه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ الواد ده لو كبر اكتر من كده هيبلعنا كلنا. هو عمل ايه يا باشا؟ ضحك على الكل. سرق تمثال ما يقلش ثمنه عن 20 مليون دولار. يا ابن العيب يا ميشو، 20 مليون دولار؟ شفت بقى؟ شفت ان احنا لازم نخلص منه وبسرعه. اوكي، تحب انفذ الليله؟ انا موافق. بلغ المديريه وبالتحديد الضابط فؤاد، لانه مستني الفرصه دي من زمان. اوكي يا باشا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ايه الاخبار يا محمود؟ ده ملف يا فندم فيه اسماء كل اللي حاجزين لمغادره البلد، كمان فيه اسماء كل اللي دخلوا البلد في خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا. تمام. اي امر تاني يا فندم؟ بالنسبه لمراقبه مشهور سيد حسان، اتوقف من النهارده. اللي تشوف صحتك يا فندم، بعد اذنك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. يعني جاي من بدري النهارده؟ انا جايلك في شغل، عايز اسالك شويه اسئله عن موضوع الرساله بتاعتي. طب اقعدي بس الاول. كويس انك رجعت تعملي الرساله بتاعتك. سمعت كلامك. انا كمان غيرت موضوع الرساله. وبقت ايه بقى؟ بقت ايه هي الاسباب اللي بتؤدي لنجاح او فشل تجربه تغيير المجرم لانسان سوي؟ وهل التجربه دي بتختلف من شخص للتاني؟ هايل. كده بقت عام واكتر واقعيه. يعني جاهز للاسئله؟ مش تستني الاول لما تسمعي المفاجاه بتاعتي؟ مفاجاه؟ ايه هي؟ فريد الجندي مقدم ملف في ميشو بيقول انه اتفق مع سكرتيرته اللي اسمها سوزي على سرقه خزنه فيليته الليله دي. طب هو هيسرقه ليه وهو بيشتغل معاه؟ جايز اختلفوا مع بعض وميشو سابه، عشان كده فريد الجندي عمل فيه الملعوب ده عايز يدخله السجن، عشان كده كلمني مخصوص، عارف ان انا عايز اقبض على ميشو متلبس. طب وانت هتعمل ايه؟ هعمل كمين في الفيلا الليله دي واقبض على ميشو، خليه يعترف على كل حاجه بينه وبين فريد الجندي. طيب انا كنت عايز اطلب منك طلب. طلب ايه؟ عايز اجي معاك وانت بتقبض على ميشو.